في التشريع المسيحي لا يحق للإنسان أن يأخذ امرأة أخيه، بينما في التشريع اليهودي والإسلامي يصلح. لماذا هذا؟ مع أن المفروض أن يتزوج حتى يربي أولاد أخيه. وهل هناك آية في الإنجيل تمنع ذلك؟ كثير، موجود كثير. التشريع المسيحي هو نفس التشريع اليهودي، هما الاثنين لا يسمحوا بأن الواحد يأخذ امرأة أخيه زوجة ليه، على اعتبار أن المسيح قال أن بعد ما يتجوز الاثنين يصيران واحدا وليسوا بعد اثنين بل واحد، فتبقى أقارب الزوج هم أقارب للزوجة وأقارب الزوج هم أقارب للزوج. امرأة أخيه تعتبر كأنها أخته، ولذلك في اللغة الإنجليزية يسموها sister in law وأخوها brother in law، يعني أخ حسب الشريعة وأخت حسب الشريعة. وفي الشريعة اليهودية ما كانش بيسمح بزواج أخو الزوج إلا لو كان الزوج توفي دون أن ينجب نسلا، وده اللي موجود في سفر التثنية إصحاح 25 من آية 5. ونفس الكلام اللي ناقش به السيد المسيح الصدوقيين في متى إصحاح 22. واحد مات وملهوش أولاد، فأخوه ياخد مراته لكي يقيم نسلا لأخيه. يعني ايه يقيم نسلا لأخيه في الشريعة اليهودية؟ يعني الواد البكر اللي يتولد يكون باسم الأخ اللي مات، ودي كانت موجودة في الشريعة اليهودية ممكن. لكن إذا كان ليه أولاد أخوه يربيهم ليه؟ طب ما يربيهم من غير ما يجوز أمهم، عشان يربيهم لازم يجوز أمهم اللي تعتبر كأنها أخته. أنا كتبت مقالات كثيرة جدا عن هذا الموضوع، وبعدها نشر في الكرازة وبعدها نشر في وطني. ما فيش مانع أبقى أطلع حالكم في نبذة كده ولا في كتاب، وفيها قوانين الكنيسة وفيها الآيات وفيها كل وأقوال الآباء وفيها كل حاجة.